اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الكلام في حديث الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث ان امامنا الصادق صلوات الله عليه ابتكر طريقه جديده للاصلاح بين الناس ولعل هذه الطريقه لم تكن معروفه ولا معهوده من قبل جميع الناس لا من الاولين ولا من الاخرين. ولعلكم تشتركون معي في الراي عندما نسمع هذه الروايات المباركه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نجد ان امامنا سلام الله عليه اتبع طريقه فريده للاصلاح بين الشيعه الموالين وللتالف والتآزر بينهم ودفع الخصومات والشحناء فيما بينهم. يروي لنا ابن سنان عن ابي حنيفه سائق الحاج، قال: مر بنا المفضل انا وختن لي اي زوج ابنتي نتشاجر في ميراث. المفضل بن عمير تلميذ الامام والصحابي المفضل عند الامام سلام الله عليه، يقول هذا المفضل جئت الى قوم من الشيعه وجدتهم يتخاصمون فيما بينهم رجل مع صهره يعني زوج ابنته يتخاصمون في ميراث فجئت وقفت على نوع الخصومه تعرفت على نوع الخصومه ثم يقول فوقفت عليها ساعه ثم قلت تعالوا معي الى المنزل فاخذ المفضل هؤلاء الشيعه المتخاصمين اخذهم الى المنزل معه يقول فاصلح بيننا بمال ايش المال بأربعة مائة درهم يقول شال أربعمائة درهم أنطاها لأحد المتخاصمين في سبيل أن شنو في سبيل أن يطفئ تلك الخصومة الحاصلة بين هؤلاء المتخاصمين اللي هم من الشيعة الموالين قال فدفعتها إليه حتى إذا استوثق كل منا من صاحبه لما كل واحد أخذ حقه واستحق ما يريد وأخذ ما يريد قال المفضل، لاحظوا هذه الكلمة، قال أما إنها ليست من مالي، يعني هذا المبلغ الذي دفعته لكم عندما رأيتكم تتخاصمون فيما بينكم، هذا المبلغ أما أنه ليس من أموالي، ولكن أبا عبد الله عليه السلام الصادق أمرني بذلك. الإمام الصادق عليه السلام أعطاني أموال وقال لي إذا رأيت من الشيعة متخاصمين في منازعه ماليه، ادفع هذا المبلغ من المال اليهم واطفئ تلك الخصومه وحل ذلك النزاع. الامام الصادق عليه السلام امرني اذا تنازع رجلان من اصحابنا في شيء، طبعا من اصحابنا فيها اشاره الى انهم من الاماميه، لعله هذه اشاره من الامام سلام الله عليه. اذا تنازع رجلان من اصحابنا في شيء لاحظوا أن أصلح بينهما الإمام الصادق عليه السلام قد أمره خذ هذا المال ضعه عندك إذا رأيت اثنين من الشيعة متنازعين متخاصمين في مسألة مالية أصلح بينهما بهذا المال ثم يقول له وافتدهما من ماله يعني هذا المبلغ إنما هو مبلغ الإمام الصادق عليه السلام أعطاني إياه في سبيل أن أصلح بين الشيعة المتخاصمين في رواية يقول الإمام الصادق عليه السلام: "من أصلح بين اثنين فهو صديق الله في الأرض، وأن الله لا يعذب من هو صديقه". طبعاً تعلمون أعزائي الإصلاح بين المتخاصمين فيه ما فيه من الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، أياً كان نوع الخصومة وأياً كان نوع النزاع في القضايا المالية وغير القضايا المالية. لعله هنا يكون هنالك نزاع بين زوج وزوجته، بين اخ واخيه، بين جار وجاره، بين رب عمل وموظف يعمل عنده، فاي نوع من انواع الاصلاح الله سبحانه وتعالى يكتب له الاجر العظيم. لاحظوا امامنا الصادق عليه السلام يقول اكرم الخلق على الله. من هم اكرم الخلق على الله تبارك وتعالى؟ اكرم الخلق على الله بعد الانبياء. من هم العلماء الناصحون ثم يقول والمتعلمون الخاشعون هاي المرتبه الثانيه ثم يقول والمصلح بين الناس عند الله هذه هي المرتبه الثالثه وهؤلاء اكرم الخلق على الله تبارك وتعالى وقال امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من اصلح بين الناس اصلح الله بينه وبين العباد في الاخره يعني الذي يكون دابه ان يصلح بين الناس كلما راى خصومه يصلح بين الناس الله سبحانه وتعالى يصلح له دنياه ويصلح له اخرته ايضا وكذلك ورد عن الامام الصادق ايضا عليه السلام قال لا يكون العبد في الارض مصلحا مصلحا حتى يسمى في السماء مصلحا يعني له تسميه في السماء مصلح الله سبحانه وتعالى ينعم ويكرم عليه بنعمه التسميه في الارض مصلح. كذلك ورد اعزائي في سبيل تحقق هذه الميزه وهي الاصلاح بين الناس في الارض وبين المتخاصمين والمتنازعين ورد عندنا جواز الكذب كما يعبر عند الناس العوام يعبرون عنها بالكذبه البيضاء. شنو يعني الكذبه البيضاء؟ الظاهر أن هنالك رواية يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الكذب مذموم إلا في أمرين هنالك أمران يصح فيهما الكذب أو يجوز فيهما الكذب يعبر عنه بالكذب البيضة جائزة ما هما هذان الأمران أولا دفع شر الظلمة حتى تدفع شر الظالم يسوغ لك أن تكذب في هذا المورد اما المورد الثاني الذي يسوغ فيه الكذب قال واصلاح ذات البين. اصلاح ذات البين، البين هو الفراق الذي يحصل بين الموالين، بين الاخ واخيه، بين الزوج وزوجته، فاصلاح ذات البين هذا امر ممدوح، يعني اذهب الى الزوج على سبيل المثال. أقول له فلانة قد بعثت إليك بسلام وهي تريدك وهي تستميل قلبك وهي, وهي كلام لم, لم يكن واقع أنا ابتدعت هذا الكلام في سبيل أن أستميل قلبه إلى زوجته ثم أذهب إلى الزوجة وأقول لها أيتها المؤمنة أن فلان بعث معي سلام لك وهذه هدية لك وهو يحبك ويريد رضاك وأحاول أن أستميل قلبها لأجل ماذا؟ لأجل أن ترجع إلى زوجها هذه الطريقة هذه الطريقة نعبر عنها بالكذبة البيضاء أو الكذبة التي يراد بها الإصلاح وهي إصلاح ذات البين هكذا ورد في الروايات الشريفة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أن إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة وعامة الصيام أعزائي هذا غيظ من فيض من أخلاق إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقد ابتدع وابتكر هذه الطريقه التي يريد امامنا ان نقتدي ونستنى بها ونتاسى بها حتى تشيع يشيع السلم ويشيع السلام والامن والاطمئنان في ارجاء المعموره وخصوصا بين الموالين من الشيعه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا برحمته. ويتقبل منا بعفوه وكرمه، وأن يعظم أجورنا وأجوركم، ولا يحرمنا بركات ألطاف إمام زماننا، عجل الله فرجه الشريف، وأن يوفقنا للخدمة بفضله وبمنه وببركة محمد وآل محمد.